عليكم، مرحبا بكم في وصفه مع اسماء. نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بخير وصحه جيده يا ربي ان شاء الله. اليوم كنت نحضر وصفه الكعك التركي للعيد ان شاء الله، قلت لي ما لا نتقاسمها معكم، راني بحثت عليها وجبت الوصفه الاصليه. ان شاء الله نبداو في المقادير. عندي فرطل تاع الفرينه، حبه بيض، راح نستعملوا حبه تاع البيض في 500 غرام تاع الفرينه، راح نستعملوا 200 مللتر تاع الماء يكون دافي، 100 مللتر تاع الحليب ايضا يكون دافي. عندنا 100 غرام تاع لو سوكرو، السكر البني، هو اللي يعطي المذاق المميز تاع الكعك تاعنا تاع الترك. راح نستعملوا 100 مللتر تاع الزيت، نستعملوا مغرف كبيره تاع الخميرة تاع الخبز، مغرف كبيره تاع الخل، الخل هو محسن العجائن. نستعملوا ايضا وحده مغرف صغيره تاع الفاني، ونستعملوا ايضا الخميره تاع الحلوى، نستعملوا خميره الخبز وخميره الحلوى. وكي نعجنوا العجينه تاعنا نزيدوا لها مغرف كبيره تاع مارغرين تكون طريه، هي طريه بالبزاف، ما لازمش تكون قاصحه. وان شاء الله قبل ما ندخلوا راح نديروا لها، نديروا في البيض ونديروا لها الجنجلان. نفوتوا للتحضير، نبداو بسم الله. راح نحطوا الحبه تاعنا تاع البيض، نحطوا الحبه تاع البيض، نحطوا معها الحليب دافي، نحطوا الماء، الماء دافي، نحطوا الخمره تاعنا تاع الخبز. نقرب باش تشوفوا مليح الخمره تاع الخبز، مادام السوائل تاعنا راهم دافيين باش الخميره تاعها تاعنا تدير المفعول تاعها. نخلطوا مليح، نزيدوا هذاك السكر باش يذوب، 100 غرام، نخلط مليح، لازم يذوب قبل ما نحط الفرينة تاعي. كما نعرفوا السكر البني عنده نكهة خاصة خير من السكر الأبيض. نزيد الزيت، خلطت مليح السوائل تاوعي مع السكر حتى راه دابلي. دروك شنو ندير؟ راح نزيد المغرف تاعي تاع الخل، نزيدو لا 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 لافاني، سمحولي، الفرينة تاعي راني مغربلتها، دروك نجيب مغرف، نبدا نحط شويه تاع الفرينه، نحطوها تدريجيا في رطل تاع الفرينه. راه جاتني السوائل تاوعي راه كميه كبيره، لكن توجور الفرينه نحطوها تدريجيا، ما نحطوهاش ديريكتومون خاطر خاصني العجينه تاعي تبدا تلصق، ما خاصنيش عجينه قاصحه. ها هي 10 غرام تاع لوفور، نخلطو، نزيد الفرينة، العيد الكبير ما نديروش كاطو حاجة كبيرة، لأنه ديجا يكون فيه الأكل بزاف، نديرو حاجة خفيفة، نديرو الفال تاع العيد، والصباح تاع العيد توجور أنا ندير المسمن، إن شاء الله نديروه مع بعض. نكمل نلم العجينة تاعي باش ما نطولش على اخواتي واخواني الفيديو، ونرجع لكم. لميت العجينة والقوام تاع السوائل كان بالبزاف، زدت لها تقريبا غرفية تاع الفرينة، يعني الحجم تاع الفرينة يوصل الى تقريبا 600 غرام. يعني خليتها تلصق
باش تشوفوا العجينه تاعنا ما لازمش تكون عاصيه. شوفوا كيفاش راهي. دروك واش راح ندير؟ ندير شويه تاع الفرينه في يدي باش نديكوليها من كاع لو بول. نزيد لها هذاك المغرف تاعنا تاع المارغرين، مغرف كبيره نديرها لها. راكو تشوفوا المارغرين تاعنا كيفاش راهي تقريبا دايبه. ندخلوها مليح في العجين، وهاد العجينه تاعنا ما غاديش تسحق العجن هذاك الكبير، نعجنوها غير شويه. الدهن تاعنا في الاخير غادي يعطيها هذيك الطراوه. ندخلوها مليح مليح. راكو تشوفوا راهي تلصق، ما قطعتش الفيديو غير باش تشوفوا باللي لازم تبقى تلصق في اليدين. ندخلها مليح مليح. هذه هي مع درجه الحراره راهي مرتفعه، غادي بالخف تخمر لي. الا كنا نديروها في البرد نخلوها تخمر مليح مليح. مين راه الحموان فوالا، راني ندخل في الدهان او ميم طو راني نعرق فيها. دروك ما نزيد لها لا فرينة ولا حتى حاجة، لأن نغطيها بالفيلم أليمونتيغ ونخليها تخمر على الأقل 15 دقيقة. ومن بعد راح نخدمو مع بعض الكعك تاعنا، لازم تخمر لنا 15 دقيقة. راهو خمر العجين تاعنا ما فاتليش 15 دقيقة مع هاد السخانة، كنت مغطيته بالفيلم أليمونتيغ. شوفوا ها هي القوام تاعها كيفاش يكون. العجينه دروك راح نحطوها نديروها كويرات صغار، كل واحد وكيفاش يبغي الحجم تاع الكعك تاعها. راح نديرهم للتذكير غادي نديرهم كويرات صغار، ونعاودو نخلطو كل زوج كرات ندفرهم مع بعض، يعني الواحد كي يبغي يقرصهم من الاول يدير حسابه. انا راح نديرهم كويرات صغار، نرش شويه تاع الفرينه. كاين اللي يبغي لاطاي تاعها موين، كاين اللي يبغي الكبيره. فوالا شوفوا انا قداش الحبه، خاطر راه يزيد الحجم تاعها في الفرن. كي نقرصوهم عاد نديرو الفرن تاعنا يحمى. هيا الحبه غادي نحط نقص منها هذه شويه، خاطر انايا راح نضفرهم مع بعض كل زوج حبات. نكمل كاع الكويرات تاعي. شوفوا ما شاء الله بحبه تاع البيض، راه جاتني كميه لاباس بها. وغطيتهم على باش ما ديرليش هذيك القشره الفوقانيه ما تيبسليش. نبداو بسم الله، قلت لكم كل حبه تاع كعك راح نخدموها بزوج تاع العجينات. نديروا غير شويه تاع الفرينه خاطر انا لازمني توجور العجينه تاعي تبقى لي طريه. راني درت الفرن تاعي يحمالي على نار متوسطه، ودائما نطيبوا في الوسط ما نطيبوش من تحت. نقرقوا مليح مليح لي باطوني تاعنا هادو. نحط هادي منا، نزيد الزوجه لازم يكونوا على نفس الطول. راهم على نفس الطول، شوفوا فوالا. زيد نقدمهم لكم.
ما نعمروا سني لازم نطيبوا، هادو نخلوهم ما نديروهمش حتى نعمروا سني واحد اخر، باش هكاك ما يعاودوليش الخميره للزوجه يقعدوا لي كيما راهم. دروك غادي نضغط على هذا الجانب الاول، غادي نضغط عليه مليح مليح باش ما يتحليش. واش ندير؟ رايحه نطفرهم، نعاود نضغط على الطرف هذا ثاني وندور الكعك تاعي نلاقي ما بين العجينه، لازم نضغطو نتاكدوا بلي راهي مبلعه مليح مليح. نعاود حبه واحده اخرى، نديرو دي باطوني ركاك اللي كيكونوا ركاك، اللي يبغوا الحبه اكبر يكبروا الكويرات. فوالا العجينه راهي طريه بالبزاف، نديرو هادو لي بوينت هادو مع بعض، حنا نضغطو عليهم نقرصهم كيما هكا مليح مليح. نعاودو ندورو على روحها، واش نديرو؟ نضفرو هذا هو، ندوروها وهاد الزوج تاع الأطراف راح ندورهم على بعضهم، نزيدو حبة حاجة شابة اقتصادية ما فيهاش مصروف كبير. فوالا هادو لي دو بس، نزيدو نكبرو هادي شوية، هادو الأطراف نضغط عليهم مليح مليح. فوالا نعاودو ندورها على روحها، نتأكدو مليح مليح خاطرش في الطياب قادرة تعاود تنحل الأطراف ويخسر لي، وندفروهم هادي هي. نعاودو ندورها على روحها، هادي هي نضغطو مليح مليح ونبلعو الطرف تاع العجين. دايما واش راح ندير؟ راح نجيبو الجنجلان تاعنا، الجنجلان هذا محمص منقي ومحمص، نديرو حبة تاع البيض، الحبة تاعنا تاع البيض، نديرو معاها شوية تاع القهوة، اللي عنده قهوة سريعة الذوبان ولا أنا باقي لي شوية قهوة في البريس، حاجة تقيلة. نخلط، انا نظن راح نزيد حبه بيض وحده اخرى لان الكميه كبيره، انا غير باش نوريكم لازم القهوه باش تعطيني هذاك اللون الذهبي اللي من الفوق. شريحه حاضره وكندير، رايحه كيما الوصفه الاصليه رايحه نحط الكعك تاعي ونقلبه، ماشي غير نطلب من الفوق كيما الكعك الاخر تاعنا تاعنا تاع مداري. شنديرو؟ لازمنا الجنجلان في الوجه الاول والوجه الثاني، نعتمدو ثاني نزيدو في الاطراف. شنديرو؟ نرجو الكعك تاعنا نحطوها في السميد، نحطوها غير بالعقل عليها، نمسح يدي، نعاودو حبة. فوالا هادي نحطوها كيما راها، نحطوها نعاودو نقلبوها في الخليط تاعنا هذا، نحاولو عليها غير بشوية، نعاودو نحطوها في الجنجلان، نديرو الجنجلان في الوجهين. هادي هي لاغوسيط الأصلية، نجبدوها غير بالعقل ونحطوها في السنين، نكملوا كاع هذه الكوريات تاعنا. رايحه نرمدوهم في البيض، كاع
كما قلت لكم انا الكميه الكبيره غادي نزيد الحبه تاع البيض ونزيد شويه تاع القهوه ونطيبهم تدريجيا. كي نكمل السنين كي يخرج السنين عاود ندخل سنين واحده اخر، لكن الكريات لازم يقعدوا كيما راهم، ماشي نحطهم في السنين ونخليهم يستناو، لازم حتى كي يخوالي السنين عاد باش نخدم نكمل كاع العجين تاعي ان شاء الله وندخله يطيب. الكعك تاعنا راهو طاب، طيبته على دفعات لانه الفرن تاعي صغير، طيبته على نار متوسطه في الوسط، وراني زدت الحبه تاع البيض ما قدرتنيش باش نديرها باش ندير الجنجلان. هو شوفوا الحجم تاعه كيفاش يكبر لنا في الطياب تاعه، يجينا طري. ها هي الطراوه تاعه، نقسم امامكم شوفوا هي الحبه كيفاش تجي، تجي خفيفه وتقريبا كما الفيطاج. نبدلو شويه من الكعك التقليدي تاعنا، وراه فيه جنجلان بكميه معتبره صحيح، بصح كلنا نعرفوا الفوائد تاع الجنجلان. شوفوا راه طري ماشي كيما اللي نخدمو هذاك اللي يجي يابس. هذا هو الوصفه تاع الكعك التركي تاعنا، جاتني كميه كبيره ما شاء الله. ان شاء الله تسيوها وتعطوني الانطباعات تاعكم في التعليقات. ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ها هو الكعك التركي امامكم، وانا نقول لكم تشكر لدورم. سلام لكم.